حبي يأذيه الديوخ نو كل مدى، وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة، والأغرب أما بندي كتير من غير حساب، بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة. في حبي يأذيه الديوخ نخنق كل مدى، وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة، والأغرب أما بندي كتير من غير حساب، بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة. بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة، دي عيون ناس بتودع بعض، دي قلوب ناس مهزومة. بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة، دي عيون ناس بتودع بعض، دي قلوب ناس مهزومة. زينا في الدنيا كتير والنهايات متعادة، النهايات متعادة، وبنغلط والخوف يملكنا ويتحول وسواس، ومفيش حضن يسعنا يعوض حضن أقرب ناس. باشا محمد بيه تبع الفل، من دخلتك كده شكلك جايب اخبار حلوه. ها معايا اخبار يا باشا، بس تقييم سايب لسعادتك. طيب الاول بعت تجيب البنت صاحبه شيماء، زمانها جايه. هايل، قول لي بقى عندك ايه؟ عرفت مين صاحبهم الرابع اللي في الصوره يا باشا؟ هايل، اياد احمد عبد السميع، طالب في كليه التجاره. اتعرف على فارس في نايت كلاب 24 فعلا زي ما امجد قال، بس الكلام ده من سنه. كانوا متعودين هم الاربعه يسهروا في النايت كلاب لحد ما حصلت حاجه قبل العيد بكام يوم قلبت الدنيا. هو انت بتعمل لي سسبنس يا محمد؟ ما تنجز. مؤاخذه يا باشا. الواد اختفى يا باشا. اخوه رجع من السفر وعمل محضر بتغيبه، وطبعا طلبوا التحقيق مع فارس وامجد ودينا، وما وصلوش معاهم لحاجه، لدرجه ان اخوه اتهمهم بقتله وما عرفوش يثبتوا التهمه لان مفيش جثه. بسم الله ما شاء الله يا باشا، ده هو ده اللي حصل بالظبط. دي صورة المحاضر والأوراق اللي ليها علاقة بالموضوع. إيه رأيك يا باشا؟ والله مش عارف أنا. القضية دي كل ما تتفتح أكتر كل ما التعقيد فيها يزيد. المهم دلوقتي أنا عايز أزود المراقبة على دينا وأمجد. تفتكر يا باشا في علاقة بين اختفاء إياد وقتل فارس؟ ليه لأ؟ ممكن يكونوا قتلوا إياد وفارس اختلف معاهم فحبوا يخلصوا منه. معقول جدا يا فندم. بس المهم دلوقتي ان احنا نلاقي علاقه ما بين الخيط ده والخيط بتاع شيماء. الخيط ده مهم برضه قوي يا باشا. بس انت عارف الخطوط دي كلها مع مين؟ مع عمو، مش كده؟ حاسس ان في اسرار كتير جدا وكلها مع الست دي. بس مش غريبه يا باشا ان الست تخبي اسرار ممكن تكشف اللي قتل ابنها. بس لو الاسرار دي هتدين ابنها اكيد هتداري عنه. ادخل. تمام يا باشا، الامين سعد مستني بره ومعاه واحده سعادتك. تمام سعادتك. شكرا يا سعد. اقعدي يا منى، اتفضلي. ايه يا منى، خايفه من ايه؟ انت عملتي حاجه ولا ايه؟ والله العظيم ما عملت حاجه يا باشا. طب قولي لي، اوعى يكون حد ضايقك وانت جايه. انا منبه عليهم، اهم حاجه سمعتك. كتر الف خيرك يا باشا. طب بصي يا ست منى، الموضوع بسيط جدا وفي كلمتين، زي ما كده هنا في هدوء هتمشي في هدوء. تحت امرك يا باشا. ايه علاقه فارس بشيماء؟ فارس مين؟ مش واخده بالي. الظاهر انها عايزه تنورنا يا باشا. لا الظاهر انها مش عايزه تروح بيتهم من اصله بقى. حضرتك تقصد فارس اللي كانت شيماء شغاله عندهم من كام سنه في المصنع؟ عليك نور. ده موضوع قديم، مين يفتكر يا باشا؟ ما تنطلق. انا هقول على كل حاجه يا باشا. عامل دلوقتي النهارده احسن، الحراره نزلت 37 وشرطه. ماما يا قلب ماما، وهي ماما معلش يا حبيبي، انا عارفه اني طولت المره دي الغيبه عليك. خدت دواء مر، معلش عشان تخف ان شاء الله وبعدين نروح نتفسح. مفيش دواء مر تاني؟ لا يا حبيبي، مفيش دواء مر تاني. مفيش أمر من غيابك عني يا فارس. أنا خلاص ما بقاليش حد في الدنيا غيرك دلوقتي، أنت اللي فاضلي في الدنيا دي. والله ياما طالع عيني في الشغل. لا الجمعة الجاية مش هينفع أنزل. الست مشيرة ربنا يبارك لها منزلاني فندق على البحر على طول. يعني ياما حماد هيخاف عليا اكتر من المدام. ماشي حاضر، ماشي، مع السلامه. مع السلامه. برافو عليك يا شيماء. طب انا همشي بقى يا شيماء اللي عوقت. هتمشي ليه؟ ما تخليكي مبيته معاها ليلادي. يا ريت، بس حضرتك سيب من يعرف، محدش دريان ان شيماء في مصر ولا يعرفوا بروح لمين يوماتي. مش عايزه حاجه مني يا ست المشيره قبل ما امشي؟ لا يا حبيبتي كتر خيرك. ماشي، السلام عليكم. السلام يا شيماء. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مالك يا حبيبتي، حاسه بايه؟ وجع عمال يروح ويجي. احسن يكون الطب. استني هكلم الدكتور. الو، اي دكتور سليم، شيماء باينها بتولد. او النبي تعالى بسرعه. على العنوان اللي احنا اتفقنا عليه. مع السلامه. مع السلامه. مش الحمد لله اطمنتي عليه؟ ما بقاش ليا غيره خليل. حاسه ان انا مقصره قوي في حقه. ما تحسسيش نفسك بالذنب كده، انت عملتي اللي عليكي وزياده، انت متحمله اللي ما يتحملوش بني ادم. يلا بكره ريماس تجيب لك الحفيد اللي زي العسل. فكرتني بريماس، وديني مصر الجديده. مصر الجديده من ساعه ما خرجت معرفش عنها حاجه، عايزه اطمن عليها. حاضر. هتعملي ايه؟ لازم اتأكد بنفسي. كان المفروض اقابل ماما هنا، بس شكلي كده اتأخرت عليها. ولا يهمك، ما تتخيليش حضرتك الولاد بيفرحوا قد ايه لما الناس بتيجي تزورهم. احنا سايبينه في اوضته، هشوفه لحضرتك نايم ولا صاحي. أصحيهولك؟ ايه لقيتيه؟ عنده 4 سنين. 4 سنين وماما مخبيها عننا كل ده، ما عدا عن الراجل ده اللي اسمه خليل. هو يقرب لكوا يا زيزي؟ حاجة زي كده. وعلى فين دلوقتي؟ ايه لسه ولا ايه؟ خلاص اهو. احنا لازم كل مرة نروح الزيارة متأخرين. أنا مش فاهمة، إحنا رايحين نزورها في مستشفى ولا في سجن؟ الزيارة كمان بمواعيد؟ احمدوا ربنا إنهم سمحوا لنا إن إحنا نزورها. وشيرة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيكم؟ إزيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. عاملة إيه دلوقتي؟ الحمد لله أحسن. الحمد لله. لو كنتوا خارجين أنا مش عايزة أعطلكم، أنا بس عايزة أقعد مع ريماس 10 دقايق. بس هي مش هنا، ريماس في المستشفى. ليه مالها؟ جرالها حاجة؟ البيبي جراله حاجة؟ لا الحمد لله، حملها بخير. ريماس هي اللي تعبانه، اعصابها تعبانه قوي يا مشيره من يوم الحادثه. حتى الدكتور نصحنا ان احنا ندخلها مصحه نفسيه. يا حبيبتي شافت ايدي عشان تتعب كده وتخش مصحه نفسيه؟ ما حكتلكيش عن اي حاجه من يوم الحادثه؟ لا والله يا حبيبتي ما بتتكلمش الا للضروره، هي اعصابها تعبانه قوي كل ما بتفتكر الحادثه. ادي احنا رايحين نشوفها اهو. ادعي لها يا مشيره. انا هاجي معاكم. يا ريت والله، ده دكاتره مانعين الزياره الا للاقارب من الدرجه الاولى، ده حتى كانوا مانعيننا احنا نفسنا من الزياره. طب سلمي لي عليها، قولي لها ماما بتسلم عليكي وبتقول لك قومي بالسلامه عشان تجيبي لها الفارس الصغير. انا عارفه انها طول عمرها بتحبني، لما تسمع اسمي هتبقى كويسه. طبعا يا حبيبتي انا عارفه، ده انت امها الثانيه مشيره. مش عايزه اعطلكم. اتفضلي اتفضلي يا هاني، اتفضلي. ما جاتش على هنا. طب هنروح على فين؟ على مامة الولد. طب يلا بينا. ايه يا حاج؟ قول لي خارج امتى؟ العلم عند الله يا باشا، بس المحامي قال لي كلها 2 ولا 3 يعني. اه طب كويس، عشان تلحق تقعد مع اختك بقى تتكلم معاها بروقان. معقول؟ وهي شيطان البيت تستر بدل السياح اللي هنا. سياح؟ سياحة يا باشا. يا باشا من سعادتك كلمتها والحمد لله طلع الساق سليم يعني؟ طلعت اه، بس ساق سليم. قولي هي ايه العلاقة بين فارس وشيماء؟ علاقة؟ علاقة ايه سعادتك؟ الله، هو انت ما تعرفش انك كنت شغال عندهم في المصنع ولا ايه؟ يا باشا الكلام ده كان من 4 5 سنين يا باشا، وانا يا باشا سبق وكنت قلت لك الكلام ده. هو اه بس ما قلتليش هي ليه سابت المصنع؟ عادي يعني يا باشا، زي اي مستوظف ممكن يسيب شغله يعني. ويا شيماء برضو اي مستوظف. حماده، طب ده انا قلت حماده راجل مجدع ومش هيهون عليه يشوف العوائق بعينه ويسكت، واكيد هو اللي قعد اخته في البيت. مظبوط يا باشا، وانا اللي قعدتها في البيت. ليه بقى يا باشا؟ عشان المدام يا باشا كانت هلكها في شغله اسكندريه، سفر ومرمطه وتعالي وروحي، وفي الاخر يا باشا المرتب زي ما هو. انا قلت لها واقف الكلام، هتقعدي في البيت احسن لك. لكن يا باشا منشيه لو كان سمعك حاجه كده ولا كده وقعد ميولع زي النار لا كنت فرمتها ولا كان هيكفيني فيها حاجه. لكن يا باشا لا مؤاخذه يعني يا باشا، هو يعني ايه اللي جرى تاني يعني؟ انت مش خارج بكره ولا بعده؟ ابقى اسالها. يا سعد. تمام سعادتك. خد حماده. تعالى معايا. انت شيماء السوستة؟ ده انت جايبالي تتمقلسي عليا بقى. ليه بس؟ هو مش ده اسمك؟ والله لو كنت تعبتي نفسك ودورتي في دفاتر المصنع بتاعكم كنت عرفتي يا اختي ان اسمي شيماء عبد الحفيظ. دورت؟ بس هما الظاهر بيعدموا الملفات بعد ما يعدي عليها 4 سنين و9 شهور. كابوس كابوس يا حبيبتي، وصحيت منه بموت الواد. بتفكريني تاني بيه ليه؟ عايزه مني يسكن انت والله امك؟ طب ما تحكيهولي جايز اعرف افسرهولك. الكوابيس يا حبيبتي ما بتتفسرش، الكوابيس بتكبس على نفس الواحد لغايه ما روحه تطلع. وانا يا اختي عايزه اعيش، سيبوني اخد نفسي واحس ان انا عايشه مره واحده في حياتي. حرام عليكم بقى، ارحموني. طلعت هي؟ انتي ما تعرفش ان الولد عايش. طب قلت لها؟ لا مش عارفه اقول لها ولا لا. اول مره احس اني متلخبطه قوي كده بين الصح والغلط. يا جماعه الجايه اخلص، خش خش شوف شغلك اجري. يا بنت اللي جابك هنا وما كلمتنيش ليه؟ ده وش تقابلني بيه يا عماد؟ يعني وش امك اللي عيد الجاي تقابليني بقى على الصبح؟ امي جرالها ايه؟ امي كويسه يا اخويا، قربك علينا احنا. كل ده عشان دخلتنا اتاجلت اسبوع على سفله. عارف انا الشوق، عارف. عماد انت بتحبني؟ لا بصراحه كده واخدك تخليص حق. يعني لو حصل اي حاجه مش هتسيبني؟ يا بنت جو الافلام العربي والدراما الهندي اللي انت جايه تحرقي فيه ده، فيها بنت مالك؟ عماد رد عليا بقى واخلص. وربنا ما انا راضي، شكلك كده مش لاقي حاجه تعمليها وخلصتي كل اللي وراكي، قلت اروح اتسلى على المغفل اللي في الورشه، صح؟ اخلص اكل عيش ومع بعضينا. خلاص بقى ما تخلينيش اتحرش بيكوا قدام الورشه. يلا روح اتكل على الله، يلا. يا رب أكون جيت لك في وقت مناسب. اتفضل. شكرا. يا ترى لقيته اللي بيبعت الرسائل؟ للأسف لأ، بس تفتكري حتى لو وصلنا له ده سبب كافي عشان نثبت عليه جريمة القتل؟ أكيد. بقى لو سيادتك قريت الرسائل كويس هتتأكد إنه هو اللي عمل كده في فارس. بس للأسف ده مش كافي. وجايز النيابة توجه له تهمة التعدي عليكي مش أكتر. لكن لو عرفنا إيه علاقته بشيماء وليه بيبعت رسائل باسمها، ساعتها بقى أقدر أربط الخطوط كلها ببعضها وأقدمه للنيابة بتهمة القتل. وعشان كده أنا جيت لك بنفسي يا مدام مشيرة. أنا؟ وأنا ممكن أساعدك إزاي؟ لا أنت ممكن تساعديني كتير، بس لو أنت عايزة. يعني مثلا لو عرفنا إيه علاقة فارس الله يرحمه بشيماء، ومين علاقة زي دي ممكن تكون ضايقته. أنا فارس ابني ما كانش لي علاقة بحد. بس أنا أعرف يعني إن شيماء سابت المصنع قبل ما فارس يتجوز، يعني كان ممكن يكون في بينهم علاقة. وأنا أمه، وبقول لك مفيش حاجة زي دي. وارد جدا تكوني ما تعرفيش، يعني معظم الشباب ما بيقولوش لأمهاتهم عن علاقتهم. بس على العموم خلاص، إحنا عرفنا ندخل على الحساب بتاعه. حساب إيه؟ الفيسبوك والميل. الإدارة عندنا عرفت تدخل على الحساب، وزمانهم دلوقتي بيفرغوا رسائل. أنا لو عرفت أي حاجة جديدة هقولك عليها. أصل أنا أحب أكون متعاون قوي مع الناس المتعاونة معايا زي حضرتك كده. بعد إذنك. ايوه الحقني يا عبد الله، الظابط بيقول ان هم عرفوا يفتحوا حساب فارس. ايه؟ ازاي؟ انا مسحه بايدي. انت متاكد يا ابني؟ طبعا. امال الراجل ده بيقول لي كده ليه؟ عشان اتاكد. الحمد لله، اهو اديني اتاكدت. يا عبقرينو، عامل ايه؟ عبد الله ملوش دخل، ما يعرفش اي حاجه. بس انت تعرفي، تعرفي كمان ان انا ممكن حالا احولك للنيابه بتهمه اخفاء معلومات تهم الشرطه. مدام مشير، انا حاولت اقدر ظروفك لغايه اخر لحظه، بس انك تخبي عني معلومات مهمه زي دي ما ينفعش. اللابتوب، هات اللابتوب. هو سعادتك انا اسف، عايز اقول بس حاجه، معلش يعني لو حضرتك بس ممكن تقدر ظروف مدام مشيرة عشان خايفة على ابنها انت تسكت خالص بدل ما لبسك قضية. عبد ماشي. آخر مرة تخبي عني حاجة أيا كان نوعها إيه. وأنت بقى خليك في دراستك والتاكسي اللي أنت شغال عليه. أسمع تاني إنك سايرتها في حاجة هي بتعملها، مش هعديها لك، وبلاش أقول لك هعمل فيك إيه. مفهوم؟ مفهوم طبعًا. حضرة الظابط، يا سيادة المقدم، كلمة واحدة بس، كلمة واحدة من فضلك. ممكن أعرف أنت ناوي تعمل إيه باللابتوب؟ مدام مشيرة كفاية بقى. أنا مش هسيبك غير لما توعدني إنك لو فتحته محدش يقراه غيرك، بلاش تفضح الواد. يا مدام أنا مش شغلتي إني أفضح الناس، ولا حتى شغلتي إني أخبي معلومات، أنا كل شغلتي إني أقبض على مرتكب الجريمة بس. يعني أنا مش فاهمة. طب أقول لك حاجة؟ اسألني كل الأسئلة، أنا هجاوب عليك، أنا هقول لك على كل حاجة، بس بلاش تفتحه والنبي. ده ربه ستره في الدنيا، أنت هتفضحه في الآخرة؟ ما أنا سألتك على شيماء وأنكرتي. مدام مشيرة سيبيني أشوف شغلي. سمي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. انت عارفه تعملي ايه؟ ايوه فاهمه. فاكره العنوان؟ فاكراه كويس. دار الامل. برافو عليكي. امسكي الفلوس اهي، تطلعي من هنا على هناك على طول. حاضر، خلي بالك مني. ما تخافيش. يلا مع السلامه. الحمد لله على السلامه. هو فين؟ الدكتور؟ ماشي يا حبيبتي. ابني فين؟ ربنا حلها من عنده يا شيماء. العيل نزل بعيد. ايه؟ قدر الله ما شاء فعل يا حبيبتي. انت ايه اللي معادك كده يا ماما؟ وانت ايه اللي جابك؟ عادي يعني. اشمعنى جايه في الوقت ده بالذات؟ جايه اشوفك. ايه المشكله في كده؟ بتتصنطي عليا؟ اتصنط على ايه يا ماما؟ مفيش حد واقف معاكي اصلا، ولا انت بتكلمي حد. يعني انت عايزه تفهميني ان انت ما سمعتيش حاجه؟ هسمع ايه بس يا ماما؟ قومي تعالي ندخل. اخلصي، هاتي من الاخر. عايزه ايه؟ ده اللي انا عايزاه. جايبه لك تليفون جديد بدل اللي ضاع منك. اشمعنى؟ مش هبقى اكلمك اطمن عليكي بيه. تطمني عليا ولا تراقبيني؟ انا مش محتاجه اجيب لك موبايل جديد عشان اراقبك. انا عارفه انتي بتروحي فين وبتعملي ايه، وعارفه كل حاجه يا ماما. عارفه ايه يا بنت؟ أنا مشيت وراكي وعرفت موضوع الملجأ، وعرفت موضوع فارس الصغير. شش، اقفلي بقك، خلاصي. ابن شيماء سوسته مش كده؟ انت مالك؟ انت ما تشيلي اخوكي بقى من دماغك. ارحميني، مالكيش دعوه. انت فاهمه؟ مالكيش دعوه. استني، مالكيش دعوه. ماما، يا ماما افتحي، يا ماما افتحي عشان خاطري. يا ماما افتحي، يا ماما افتحي. يا ماما انت هتسيبيني واقفه كده؟ ايوه زيزي، ازيك يا عبد الله؟ الحمد لله. أنا كنت عند ماما تحت وقلت أما أطلع أطمن عليك. إن شاء الله أحسن دلوقتي. الحمد لله زي الفل. إيه ده، مفيش شغل النهارده ولا إيه؟ لا ده كده تمام أوي. البنت خدت مشروعها؟ آه خدت مشروعها ومبسوطة جدا بيه. أنا متشكر أوي بصراحة. اتفضلي. هو أنتِ ما لحقتيش ماما ولا إيه؟ ده لسه نازلة. لا ما أنا الحقيقة لحقتها، بس هي قفلت الباب في وشي وما رضتش تدخلني البيت. انا مش عارفه ماما بتعمل معايا كده ليه يا عبد الله. طيب هو انت يعني مزعلاها في حاجه او كده يعني الجو ده؟ والله انا ما بقيت عارفه مين فينا اللي بيزعل مين، بس انا فعلا خلاص ما بقتش بفهمها. ما بقتش بفهم هي عايزه ايه او ايه اللي مضايقها. ماما بقت غريبه جدا الفتره دي. العواف، ازيك يا طنط سعديه؟ اهلا يا زيزي. انت ما قابلتيش ماما تحت ولا ايه؟ لا ازاي، شفتها بس قلت اطلع ابص على عبد الله واطمن عليه وابقى انزل لها تاني. طب يا عبد الله، انا مبسوطه جدا ان انا اطمنت عليك وانك بخير. ولو سمحت بس ابقى اديني رنه من تليفونك على موبايلي اللي في الكارت، عشان بس ابقى اطمن عليك انت وماما يعني. اكيد. السلام عليكم. باي باي يا طنط سعديه. السلامه يا امي. السلامة يا حلوة. اتفضل يا حبيبي. مرقة الفرخة بتاعت امبارح اشربها ترملك عظمك. تسلم ايدك يا ام علي. انا الود ودي كنت ذبحت لك عجل، على الاقل يعوضك شوية الدم اللي نزلوا منك، لكن نعمل ايه؟ الايد قصيرة يا ابني. اه وانا متربي على لحم العجول، قول يا باسط. ربنا يكملك بعقلك. عايزه بقى كده من قلبي اقول لك كلمتين تحطهم حلقه في ودنك. امور يا ام علي. الفقير اللي زينا يا ابني، ها، ان مرضيش بقليله هيبقى عامل زي اللي رقص على السلالم، لا منه اكل لحم العجل ولا منه نابته لقمه ناشفه سند بيها جوعه. فهمتني يابا؟ كل مطرح ما يسري يمري. ربنا يخليك يا ام علي. ويخليك يا ابني. ايه ده؟ لسه الشغل على حاله. خف يا بنت ابوكي زمان وجاي. ايه يا واد؟ مالك يا ولا مخستع كده ولا مدفوق كده وتفرفش؟ مصدع، عندي صداع. يا دي الصداع اللي طالع لي فيه. اوعى يا واد تكون واخد الصداع ده حجه. خلي بالك، ربنا قال لا تتمرضوا فتمرضوا فتموتون. اوعى، ربنا شايفك، اوعى تكون بتكذب علينا. ما لو تعبانه انت خشي ريحي وانا هكمل الشغل واطلع اجيب الصينيه. يا محنو يا كهنو، صدقتك انا. الحق عليا، انا عايزه اخفف عنك. خفي من على كتافه واتقالي التقل صنعه. يعني اتقل ولا اخف؟ مش فاهمه. تخفي من طلوع السلم عشان هو ينزلك، ده ممكن كمان يتزحلق من على الطرابزين ويجيلك جري. وينزل ازاي بقى وهو عيان؟ ده بيخش دورة الميه بالعافيه. الصبر من عندك، صبرني يا اللي بتصبر العباد. خلفتك يا سعديه هبله ومصدع. حد يجيب لي جبر حالا من حجز. قول لي يا جبر، انت بتشتغل ايه بالظبط في المصنع؟ انا راس عمال سعادتك. والراجل بتاع خليل في المصنع وبيبيع كمان كوكايين لفارس، مش كده؟ كوكايين ايه يا باشا؟ انا حتى ما اعرفش شكله. مش ده الاحمر الصغير ده يا باشا؟ اه، هو الاحمر الصغير. بس المخدرات دي قضيه تانية، وانا ممكن اعمل نفسي مش عارف عنها اي حاجه خالص. ده غير ان انا ممكن اخلصك من الناس اللي بتهددك. واقول لك بقى على حاجه، انت ممكن تخرج من هنا اكنك ما دخلتش. صحيح يا باشا؟ يعني انا دلوقتي بره؟ انت اصلا ما دخلتش، بس بشرط. خدامك يا باشا، تنفذ الكلام اللي هقول لك عليه. السعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب، بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة. في حب يأذي يهدي يخنق كل مدى، وساعات الحاجة لما تكون بزيادة، وبنغلط والخوف يملكنا ويتحول وسواس، ومفيش حضن يسعنا يعوض حضنة أقرب ناس. وبنغلط والخوف يملكنا ويتحول وسواس، ومفيش حضن يسعنا أقرب الناس. واللي اتبنى واتروى في الهوى صفحة قديمة خلاص، وهي تتنسي كالعادة. بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة؟ دي عيون ناس بتودع بعض، دي قلوب ناس مهزومة. بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة؟ دي عيون ناس بتودع بعض، دي قلوب ناس مهزومة. زينا في الدنيا كتير، والنهايات متعادة، النهايات متعادة. وبنغلط والخوف يملكنا ويتحول وسواس، ومفيش